أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على تطوير وزيادة المشاريع المشتركة بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة، خاصة وأن العلاقات البحرينية التايلاندية تاريخية ومتميزة. وقد تم عقد جلسة مباحثات مشتركة والاتفاق على تنسيق وتوحيد المواقف البرلمانية في المحافل البرلمانية الدولية المقبلة، وبحث التعاون بين مجلس النواب البحريني والبرلمان التايلاندي على مستوى الأعضاء والأمانة العامة بالمجلسين، تفعيلا لما تم الاتفاق عليه مع معالي رئيس البرلمان التايلاندي. كما تم خلال الزيارة بحث ظاهرة الإرهاب باعتبارها خطرا يهدد المجتمعات والدول، ومناقشة سبل مواجهة كافة الجماعات الإرهابية التي تهدف لإشعال الفتنة بين الدول والشعوب، والتي تلقى الدعم والمساندة من جهة خارجية. وأشاد رئيس مجلس النواب بدور الجالية التايلاندية في البحرين في كافة المجالات ومساهمتها في عملية التنمية الشاملة، ودور السفير التايلاندي في البحرين في تعزيز العلاقات المتميزة. في ختام زيارتنا الرسمية إلى مملكة تايلاند، اتفق الجانبين على توطيد هذه العلاقة وتبادل الزيارات بين الجانبين، وكانت من أهم المحاور اللي تمت المناقشة فيها طبعا هو خدمة البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وبالأخص ما يهم المواطن البحريني والمواطن التايلندي. وكذلك اتفقنا على تعزيز اتفاقيات رسمية والتعاون فيما بين البلدين في جميع المجالات، سواء كان استثمارية أو الطبية أو التعليمية، وكذلك في التعاون ما بين البلدين والتنسيق في المواقف في طبعا سواء كان البرلمانات الآسيوية أو الدولية، وكذلك في دعم يعني والتوحيد الجهود بالنسبة لمكافحة الإرهاب. في ظل الزيارة التي قام بها وفد من مجلس النواب البحريني، أكدنا على أهمية العلاقات بين البلدين، واستعرضنا الجهود المبذولة لتعزيز التعاون في كافة المجالات خاصة في المجال البرلماني، وأكدنا على ضرورة استمرار هذه الزيارات بين البلدين لما فيها خير وصالح الشعبين الشقيقين.